صحيح، احنا متواجدين على اساس انه كل شيء ان شاء الله يتعدى في احسن الظروف. لاعبين مركزين، تدربوا البارح في الملعب نتاع المقابل، اليوم خيرنا انه نتدرب هنا في الاوتيل، لانه مشكله نتاع التنقل ومشكله نتاع السيكوريتي والكل وتاع التركيز. الاولاد الكل مركزه، احنا كمسؤولين وكمدربين والكل حبهم يحقروا الماتش، يحبوا يحترموا المنافسه، يلعبوا ويشرفوا النجم الرياضي الساحلي. هذه مقابله نتاع ذهاب نتاع ربع نهائي، يلزم نحافظوا على الحظوظ نتاعنا الكل باش في المقابله نتاع الرتور في سوسه نكونوا نلعبوا في احسن الظروف. هذا دور الهيئه المديره، دور المدربين، دور الملاعبيه الكل، يقعدوا بالتركيز الكامل. نشوف الملاعبيه مركزين ان شاء الله المقابله غدوه تحسن، والملاعبيه والكل يعديوا صوره طيبه على النجم الرياضي الساحلي ان شاء الله. شوف احنا اليوم ركزنا، الاخوان الليبي مشكورين، اعطونا في حدود ال 200 تذكره، متواجدين عند الحاج الغزي مع قيس جزاره، ان شاء الله غدوا ينسقوا مع الجماهير نتاع النجم الرياضي الساحلي المتواجدين باش نعطيهم التذاكر هذيا ونرعاو لهم احسن الظروف باش يتابعوا المقابله ان شاء الله.